مشاهدينا ومتابعينا، يسعد اوقاتكم دائما من خلال شاشه تلفزيون الفجر الجديد. نتواصل معكم سياتنا الرمضانيه وبصحبه المجمع الارقى والمميز دائما، مجمع ابو حسيب التجاري. في هذه الامسيه دائما نتواصل معكم بسؤال وجواب وحزيره وجوائز بانتظاركم دائما عبر شاشه التلفزيون بصحبه دائما مجمع ابو حسيب التجاري شارع باريس. طبعا خلونا مع براء عمر من وراء الكاميرا وعلى احمد الجلاد ومني انا متصل عني، تعالوا في برنامجنا بصحبه مجمع ابو حسيب التجاري. مشاهدينا ومتابعينا، نكمل معكم مع مجمع ابو حسيب التجاري، الاجواء الرائعه جدا والمحلات الراقيه والحصريه والمميزه، يعني مطاعم فيه، محل احذيه فيه، للحجاب فيه، للشنط فيه، عيادات موجود دائما مجمع ابو حسيب التجاري. مرحبا. اهلين. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اسمك؟ عدن. عدن، وين عدن هي تيجي؟ بالجنه. بالجنه؟ لا. وفي كمان عدن. ايه. على الارض وين عدن؟ شو؟ بعرف وين بس يعني ناسي. لا وعدن بنعرف شوين هي؟ طيب انا بدي اعطيك الجائزة عليها اذا جاوبتيها. شوين؟ وين موجود عدن؟ في مجمع ابو حسيب. مجمع ابو حسيب؟ انت اللي موجودة في مجمع ابو حسيب. بس عدن مدينة وين موجودة؟ باليمن. مين اللي قال لك اياها؟ بعرفها. تعرفي؟ الحمد لله على السلامة. طيب هات طلع. هاي من كانديلاند لمدة يومين هون، بس خلال يومين لازم تكون تلعبي فيها. هم مش حلو لك اياها ب 70 شيكل، شو بقول لهم؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. عدن وين موجودة؟ في اليمن. في اليمن، شكرا لك. كيف رمضان معك واجواء رمضان؟ الحمد لله. مليح. الحمد لله. طيب امل اسمعي، كيف انت والحزير؟ شاطره بالحزير؟ طيب اسمعي، ملكه والها سبع ايدين، مكحله العين، بلا سواد، بتمر على الملوك بلا تسليم، بتسلمش عليهم، ماشي؟ وبيرفعوا لها الايدين، شي ملكه بال يا سلام، مرت عليك؟ لا هي اول مره. بتقولي لي انا شاطره بس يعني. طيب يا ستي بدنا الكاميرا، شايف الكاميرا حبيبي؟ الله يسعدك ربنا. امل طيب كيف انت والامثال؟ ان ضحكت يوم شو بصير؟ شو مقابلها؟ ان ضحكت يوم ايه؟ اذا ضحكت يوم شو بتعمل يا سيدي؟ شو يا سيدي؟ بفرح. طفح الكيل. لا يا زلمه شو طفح الكيل؟ مرت معكي؟ ولو ان ضحكت يوم شو يعني لمدة يومين؟ بس خلال يومين؟ طيب سمعتي بحذر فينك هاي. شو يا امل؟ والمثل سهل معروف يعني. ان ضحكت يوم. طيب يا ستي بلاش. طب البنت على شفتها بتطلع البنت لمين؟ لامها. هذيك طب الجرة على تمها بتطلع البنت لامها. لا عمتها. بس عمتها. هاي من كاندي لاند. هون الطابق الثاني لعبة مميزة، بس خلال يومين لازم تكون مخلينها. مشحوني ب 70 شيكل يا حجي. ماشي. هم مشحونوا لي ب 70 شيكل. ان شاء الله. ماشي يا ستي، شو بتقولي لهم لكاندي لاند؟ كل عام وانتم بخير وشكرا لكم. مشاهدينا ومتابعينا، بنكمل معكم سياتنا الرمضانيه بصحبه مجمع ابو حسيب التجاري. يعني انا بديش اقول باختصار يا شحرور، بدي اقول مجمع راقي، راقي باختصار، يعني ما بدي اقول اكثر منك. مرحبا عمو. اهلا. كيفك؟ منيحه. راضيه عني؟ الحمد لله رب العالمين. شو اسمك؟ لجين. لجين من وين؟ من بلع. من بلع يا لجين. بديك السؤال، زي طلعت بلع ولا زي نزلتها؟ نزلتها. نزلتها؟ اما احنا الله لا يردنا نطلع طلعتها. طيب يا لجين انت باي صف؟ سابع. سابع. انت وين هلا؟ شو اسم هذا المجمع؟ مجمع ابو حسيب التجاري. كيف المحلات؟ منيحه. جنن؟ اشتريت شيء؟ لا لسه ناويه. طب ناوي. طب اسمعي، كيف انت والامثال؟ ليش يعني؟ طيب اسمع،
كل الجنود لابسين ابيض وطواقيم حمر، مين هذول؟ شو؟ ايش؟ ايش السؤال؟ السؤال كل الجنود لابسين ابيض وطواقيم حمر، مين؟ هاي حزيرة. شو يا مجد؟ تعال تعال عندي، تعال شو؟ قال الله ولا فعلك يا زلمة، احنا فاضيين هسا؟ شو يا لجين؟ ما عرفش. طيب شو معنى اسم لجين؟ ماء الفضة. ماء الفضة؟ طب تعرف أغلى معدن في العالم؟ ذهب. ذهب لا ارمي ورا الذهب ولا شيء، هذول بكتلوا حال عليه. شو؟ الفضة. ايش؟ الفضة. الماس، شو رأيك في الماس؟ الماس يا عيني عليك. لجين أنا بقدرش مرة بحكيش يعني، وعشانك صغيرة تاخذيهم يلعبوا في كانديلاد بس معاكم مدة يومين، بعد اليومين بنتي مفعولة للكرت. شو بتقولي لهم؟ شكرا وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا لجين. مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معكم سياتنا الرمضانية بصحبة مجمع أبو حسيب التجاري والمحلات المميزة داخل هذا المجمع. يعني أنا بقول باختصار دائما الراقي دائما مجمع أبو حسيب التجاري، حتى الناس اللي بيجوا عليه راقين ما شاء الله. مساء الخير. مساء الورد. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. كيفك؟ الحمد لله تمام. تعرفنا اسمك؟ أحمد أبو زيني السكان الكريم. أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أحمد إحنا مع أجواء رمضانية حلوة، شو رأيك بالمجمع حسيب؟ ما شاء الله أضاف معلم حضاري للبلد، وما شاء الله في محلات تجارية ومحلات ألعاب وما شاء الله عليه. محلات راقي باختصار يعني مميزة ما شاء الله. طيب جاوب على السؤال، سألنا كل الجنود لابسين أبيض وطواقيم حمر، مين هذول؟ طبعا حزيرة. أتوقع أسنان الكبريت. إيش؟ أسنان الكبريت. الكبريت ليش الأسنان؟ الكبريت العودي بيض ولابسين طواقع حمر. يا سلام. شو هاي؟ بوفين. بوفين. هاي جائزتك من المباشر، بتروح تاخذها هلا. الله يسعدك، شكرا جزيلا لهم ولك، وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانت بألف خير. مشاهدينا تحلو أمسياتنا اليوم وكل يوم مع مجمع أبو حسيب التجاري الأرقى والمجمع المميز بكل ما في داخل هذا المجمع. يسعد مساك. يسعد مساك. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير والأمة العربية بخير. الحمد لله رب العالمين. والأجواء حلوة. الأجواء جميلة جدا، ونتمنى أنه يعود رمضان علينا بصحة وسعادة للجميع. شو الاسم؟ معتز الكوب. أهلا أهلا وسهلا فيك يا معتز. معتز شو رأيك بالمجمع؟ رائع جدا. يعني انت رحت وفريت. لا جدا رهيب ورائع، وعلى مستوى تل كرم الاول في تل كرم يعني. الحمد لله رب العالمين. طيب اسمع يا سيدي، هلا في كيف انت والامثال يا سيدي؟ ماشي الحال. بدك تساعدك ولا لا؟ تخلص عنك هسه؟ لا تخلاش عني ولا مره. طبعا الله يخليكم لبعض. اسمع، لو لك حاجه عند الكلب شو بتقول له؟ يا سيدي يا عيني يا عيني. شو بتصور هذه اللي بسموه ايش لما الواحد بده ينافق ولا بده يجيب اشي من واحد كون قال ايش؟ يا سيدي للكلب. شو بتصور لوين؟ طبعا الكلب مش الكلب، كلب واحد تاني. طيب كب وين اعطينا؟ هاي جايزتك من كانديلاند، بس خلال يومين لازم يلعبوا فيها، يشحنوا لك اياها بسبعين شيكل ينبسطوا الاولاد. يسلم ايديكم. ألف شكر لهم، ونتمنى لهم التوفيق دائما، وكل سنة وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. شكرا. إذن مشاهدينا ومتابعينا كنا معكم في أولى حلقتنا في هذه الأمسية بصحبة دائما مجمع أبو حسيب التجاري. مجمع أبو حسيب التجاري دائما في طول كرم شارع باريس. لا تنسوا مجمع أبو حسيب، تعالوا يوميا هناك، راح نكون احنا وياكم بصحبة مجمع أبو حسيب حتى نهاية شهر رمضان المبارك. كان برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر وعلى أحمد الجلاد، ومني أنا منتصر العناني. يسعد مساكم دائما مع مجمع أبو حسيب التجاري.